إعلان تولي الملك سلمان للعرش لم تكن بداية عهد جديد للنظام في المملكة فقط، بل كانت أيضاً موعداً للبدء بصناعة الإمبراطورية المالية لابن سلمان ودفن طبقة تاريخية من التجار الذين كان لهم حضور ودور مالي مهم إبان فترة الملكين الراحلين فهد وعبد الله. في هذا التحقيق من خط البلدة نقرأ المشهد التجاري في المملكة الذي دفع بأسماء تجار مرموقين إلى الاختفاء وبروز آخرين بعضهم لم يسمع أحد بهم سابقاً، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الوثائق والحقائق التي تجمع للمرة الأولى. على بوابة منتدى دافوس الصحراء تزاحم الدخول إليه جيل من رجال الأعمال، بعضهم غير معروف سابقاً في الأوساط التجارية والمالية. لفت انتباهنا ذلك وازداد فضولنا كلما تعمقنا في الموضوع أكثر، فبدأنا بدراسة أسماء من حضر إلى المؤتمر وتتبعنا تاريخهم ومحطات عملهم والمجالات التي ينشطون بها، ثم استعرضنا مجموعة من الوثائق المالية التي تظهر الوضع المالي للشركات التي يديرونها، وبدأنا بمقارنتها بما كان عليه الوضع قبل وبعد تولي ابن سلمان ولاية العهد، ليتضح لنا التغيير الذي مر به المشهد الاقتصادي. ولنكون أكثر وضوحاً، فقد تأثرت خارطة التجار المرتبطين بالسلطة بحدثين منفصلين زلزلا عالم الأعمال. الحدث الأول كان حملة اعتقالات الريدز التي طالت رجال أعمال متنفذين، أما الحدث الثاني فكان مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخها المتعددة. طبقة التجار المندثرة. خلال حملة الريدز مر عدد من التجار المتنفذين بأيام عسيرة سحبت أموالهم واندثرت سمعتهم، لكن المتفق عليه أن جميع هؤلاء التجار كانوا واجهات وشركاء لكبار الأمراء، ومنهم ناصر الطيار مالك مجموعة الطيار للسفر والسياحة وأحد واجهات الملك عبد الله التجارية، فواز الحكير المالك الرئيسي لمجموعة الحكير وأحد واجهات الأمير مشعل التجارية، صالح كامل رجل الأعمال والعقارات والسياحة والاستثمارات الطبية وأحد واجهات الأمير نايف وابنه محمد التجارية، محمد حسين العمودي المالك لمجموعة شركات العمودي وأحد واجهات الأمير سلطان التجارية، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن وأحد واجهات الملك عبد الله التجارية، عمرو دباغ مالك مجموعة الدباغ وأحد واجهات الملك عبد الله التجارية، نافذ الجندي مالك شركة الديار وأحد واجهات الأمير سلطان التجارية، إضافة إلى إضعاف وتصفية آخرين أمثال عادل فقيه والوليد الإبراهيم والوليد بن طلال وغيرهم كثير. من جانب آخر بدأت طبقة مختلفة من رجال الأعمال بالنمو منذ عام 2015، وهي ما تعرف باسم التجار الجدد أو تجار ابن سلمان. بعض هؤلاء حقق صعوداً كبيراً وقفزت أرقام أسهم شركاته قفزات مريبة، فيما لا يزال البعض الآخر يجري إعداده. يمنح هؤلاء التجار كبرى مشاريع البلد مثل مشاريع رؤية 2030 أو المشاريع التي يطلقها ويتبناها صندوق الاستثمارات، ويدير دفة هذه الأعمال ثلاث شخصيات رئيسية هم ياسر الميان وخالد الفالح وأحمد الخطيب، حيث أصبح هؤلاء يمثلون الأعمدة التي يستند عليها ابن سلمان في إدارة إمبراطوريته المالية وطبقته من التجار، إذ تركز مسؤولياتهم على إدارة وتوزيع المشاريع بالإضافة إلى استحصال الأموال من التجار والشركات. أما أبرز التجار الذين تمت صناعتهم في العهد الجديد أو أنهم يمثلونه فهم صالح التركي رجل الأعمال الكبير مؤسس شركة نسمة القابضة والتي تعد اليوم أحد أبرز الواجهات التجارية التي تعمل لصالح ابن سلمان والتي تستحوذ على كبرى الفرص المتوفرة عبر صندوق الاستثمارات، مشعل الكثيري
المالك لمجموعة الكثير القابضة، والتي قفزت للواجهة عام 2018 على إثر ارتفاع سهمها بصورة لافتة، حيث ارتفع في غضون 6 أشهر من 10 ريالات إلى 20 ريالاً، ثم تكررت قفزاته ليصل قيمة السهم نحو 100 ريال في 2020، مسجلة في ذلك قيمة سوقية بلغت 788 مليون ريال. محمد بن عبد الله أبو نيان، أحد الملاك الرئيسيين لشركة أكوا باور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وهي شركة تمتلك 41 مشروعاً في البلاد، وبرزت في مشروعات تعد ركيزة لمشروع المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030، واحتلت المركز 26 ضمن قائمة الشركات 100 الأكبر في السعودية خلال عام 2019. عبد المحسن العثمان، رأس هرم شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة التي سجلت خسائر متتالية لعدة سنوات، إلا أنها ولأسباب غير معلنة رفعت حجم رأس مالها من 100 مليون ريال عام 2010 إلى 950 مليون ريال حالياً. عامر عبد الله الزينل، رئيس مجموعة الزينل، أكبر المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو، وقد حققت الشركة منذ مطلع عام 2016 نمواً سريعاً في سعر السهم ليصبح 30 ريالاً بعد أن كان لا يتجاوز 11 ريالاً. عبد المحسن الراشد، صاحب الحصة الأكبر في شركة الإسمنت الأبيض السعودي إلى جانب الأميرين سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن فهد بن عبد العزيز، كسبت شركة الأسمنت الأبيض السعودي خلال الفترة الأخيرة مشاريع ضخمة في مدينة نيوم والجدية، ووصلت قيمتها السوقية عام 2019 إلى نحو 3.3 مليار ريال بعد حصولها على عقود ترتبط برؤية 2030. إبراهيم الحديثي، أحد ملاك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو، التي ارتفعت أسهمها من 10 ريالات إلى 36 ريالاً في عام 2016، وفازت عام 2020 بعقد توريد حصري مع الأمن العام. عبد المجيد العساكر، مؤسس شركة العساكر للأجهزة الطبية وشقيق مدير المكتب الخاص لابن سلمان بدر العساكر، من خلال هذا الاستعراض لخارطة التجار المندثرة والجديدة يتضح أن ابن سلمان يحاول تقليد سلوك اعتادت السلطات الفاسدة اتباعه عبر وضع المال العام والخاص في مخبات الأمير، وتأسيس طبقة جديدة من التجار موالية له تمسك بمفاتيح السوق وتدير دفته وفقاً لتعليمات ولي العهد، في تناقض للرؤية التي يروج لها في دعم القطاع الخاص وحركة التجارة الحرة وغيرها من المفاهيم السائدة في الدول المتقدمة.